هنروح بقى نعرف حضراتكم ضيوفنا كده على السريع النهارده ان شاء الله. في الفقره الاولى معانا كريم سعيد. طبعا لما نقول كريم سعيد يعني بنقول ارقام احصائيات، فقره تحليليه ان شاء الله لما بعد مباراه الاهلي والمريخ السوداني هنعرفها بالتفصيل طبعا في الفقره الاولى. الفقره الثانيه مشرفنا الكابتن الكبير كابتن عادل طعيمه. وكابتن عادل طعيمه لما بيكون الحقيقه مشرفنا هنا في البيت الكبير بنسمع منه كلام مختلف جدا ورؤيه تحليليه فنيه مختلفه، فاعتقد ان انتم هتستمتعوا بيها ان شاء الله معانا في الفقره الاخيره بالنسبه لنا. الفقره الثالثه هيكون مع حضراتكم باذن الله زميلنا شريف فؤاد. شريف هيكون معاه النهارده الكابتن الكبير فتحي مبروك، وايضا كلام عن المباراه ديت وموضوعات اخرى تخص اكيد النادي الاهلي. لكن طبعا كلنا في حاله مزاجيه رائعه جدا من امبارح للان بسبب النتيجه الايجابيه اللي حققها النادي الاهلي. ده صحيح. يعني بنقول النتيجه ايجابيه بشرة خير يعني. وخلينا نقول يمكن حضراتكم كنتوا متابعينا هنا في البيت الكبير ان احنا قبل المباراه يمكن بايام كنا بنتكلم ان النادي الاهلي بيشتغل بمراحل. المرحله اللي فاتت مرحله ما بعد البرونزيه، فوز ما قبل البرونزيه، الفوز بالدوري والكاس والبطوله الافريقيه وكمان البرونزيه، دي صفحه واتقفلت وفعلا اولادنا كانوا على قد المسؤوليه في مباراه اعتقد كانت مباراه مهمه جدا جدا في انطلاقه النادي الاهلي لمشوار العشرة يا اهلي. فوز غالي، فوز كبير، خلينا نتكلم كمان على عدد الاهداف. الاهلي يمكن بقاله فترات ما بيحققش هذا العدد من الاهداف، بيفوز 3-0 على المريخ اللي كان طبعا بيحترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. على المستوى الاداء النادي الاهلي قدم مباراه رائعه اجماليا. الشوط الاول كان ناقصنا بس احراز الاهداف، لكن الشوط الثاني اعتقد النادي الاهلي حسم المباراه بشكل كبير جدا. نجاحات على المستوى البدني، نجاحات على المستوى التكتيكي، ان شاء الله هنناقش ده مع ضيوفنا.